بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا مع المحور الأول متتاليات العددية لشعبة سير واقتصاد. كنا في الفيديو الثالث درنا أعطيتكم مخطط شامل ودرنا طرق توليد متتالية. نكمل، درنا الجزء الأول، اليوم نكمل بالفيديو الرابع الجزء الثاني. كنا في الفيديو اللي سبق أعطيتكم هذا المخطط، وكنا شفنا أي متتالية معرفة بحدها العام على شكل أن يساوي F لأن. اليوم في الفيديو هذا راح نكمل الجزء الثاني، متتالية معرفة بعلاقة تراجعية. متتالية معرفة بعلاقة تراجعية أي معرفة ب أن زائد واحد يساوي F لأن، يساوي F لأن. إذن اليوم نتناول المتتالية العددية المعرفة بعلاقة تراجعية. في هذا المتتالية أعزائي الطلبة يعطوا لك الحد الأول، يعني المتتالية U المعرفة بحدها الأول، يعطوك الحد الأول يكون معلوم، يعني U أن صفر، والعلاقة تراجعية U ان زائد واحد يساوي اف لي ان. تبقى مليح هذه ان صح، اف لي ان صح. هذه كيفاش نسموها؟ نسموها متتالية تراجعية. متتالية تراجعية صح. انا جايين بالعقل، ناس كامل تفهم هذه العلاقة أعزائي الطلبة، راح تسمح لنا بحساب UN زائد واحد إذا علم UN، يعني من أجل كل N أكبر أو تساوي N صفر. معناه نستطيع حساب أي حد من حدودها بالرجوع إلى حدود سابقة معرفتها. يعني يعطونا حد من الحدود معلوم ويقولون نحسب الحدود الأخرى، يعني نقدر نحسب الحدود الأخرى إذا كنا نعرف الحد المعلوم اللي مدهن صح. كما كذلك تسمى أي أن زائد واحد تساوي F لأن، تسمى الدالة العددية F تسمى بالدالة المرفقة للمتتالية U. نعطيكم مثال، مثلا يعطونا يقول لك U صفر الحد الأول يساوي واحد، من أجل كل ان ينتمي الى ان، معناه ان اكبر او يساوي الصفر، لدينا المتتالية U ان زائد الواحد يساوي ثلاثة U ان. لاحظ، شوف مليح، انتبه، اعطاونا الحد الاول وشوف العلاقة التراجعية اللي اعطوها لنا. U ان زائد واحد تساوي ثلاثة U ان، على الشكل U ان زائد واحد تساوي F ل U ان. انتبهوا مليح باش تفرقوا بين الحد العام وبين العلاقة التراجعية صح. إذن عندي الحد المعلوم هو U صفر أي الحد الأول لأنها معرفة على أن. لو يقولوا لي احسب لنا الحدود، مثلا احسب لنا U واحد تساوي، احسب لنا U اثنين يساوي، احسب لنا U ثلاثة تساوي، احسب لنا هذا ثلاثة حدود، واش ندير؟ ما علينا إلا لاحظ الله، مثلا هنا في هذه لو جينا قال لنا مثلا حسب لنا اي واحد، اي واحد ما عليا إلا الآن ندير لها صفر صفر. لاحظ، يعني تولي اي صفر زائد واحد معناتها اي واحد تساوي ثلاثة اي صفر، معناتها نقدر نكتب أي ثلاثة اي صفر أي تساوي ثلاثة في واحد أي تساوي الثلاثة. اثنين نفس الشيء، إذا جينا لاحظوا هنا في الآن ودرنا واحد باش تولي لنا هذه اثنان، إيه اثنان لازم هنا ندير واحد، إذن هنا ندير واحد، إذن اثنين تساوي ثلاثة في إيه واحد. فهمتوا كيفاش راني نخدم؟ يعني اثنين تساوي ثلاثة في U واحد، يعني في الحد اللي سبقها أي تساوي ثلاثة
في واحد صبناها ثلاثة في ثلاثة ومنه تساوي التسعة. اي ثلاثة لازم لي هنا نعمل انه تولي ثلاثة، اذا ندير اثنان، اثنان زائد واحد نزيد اثنان هنا، يعني اي ثلاثة تساوي ثلاثة في اي اثنان. لاحظوا ان الامر سهل جدا، يعني ثلاثة في اي اثنان في الحد الذي سبقها اي تساوي ثلاثة في تسعة منه تساوي 27 وهكذا. نعطيكم مثال اخر، في ان متتاليه معرفه بحدها الاول، اعطونا الحد الاول في 0 يساوي 2 والعلاقه التراجعيه بان زائد 1 تساوي 3 في ان ناقص 1. يقدر كذلك يطرح عليك السؤال تقدر تصيبها مكتوبه بهذه الطريقه، في 0 تساوي الاثنان و في ان زائد الواحد تساوي 3 في ان ناقص الواحد، وتصيبها هكذا. تقدر يعني يقول لك نعتبر المتتاليه بان المعرفه بالعلاقه التراجعيه ويعطيك هذا الطريق، يعني هي نفسها نفس. اذا لو طلبوا منا مثلا حساب الحد في واحد تساوي في اثنين تساوي وفي ثلاثة تساوي، هيا بوز المسودة وبدأ تخدم، هيا ديروا بوز وخدموا. اذا واش تساوي في واحد وتساوي تساوي ثلاثة في الحد اللي قبله، أي في صفر، وليتنكم مقبلة يعني يشوف يدير هنا صفر وهنا صفر تحصل على صح، في صفر ناقص الواحد. إذن واش تساوي؟ تساوي ثلاثة في في صفر يساوي الاثنان ناقص الواحد، إذن خمسة. في اثنان تساوي ثلاثة في الحد اللي قبله، يعني في في واحد ناقص الواحد، ومنه يساوي ثلاثة في خمسة ناقص الواحد أي تساوي 14. في ثلاثة تساوي ثلاثة في الحد اللي قبله، يعني في اثنان ناقص الواحد أي تساوي ثلاثة في 14 ناقص الواحد. ثلاثة في 14 42 ناقص الواحد 41. يعني وهكذا أعزائي الطلبة بهذه الكيفية نحسب بقية الحدود الأخرى، حيث لهنا F هي الدالة المرفقة، هنا F هي الدالة المرفقة، دالة المرفقة المعرفة ب ثلاثة إكس ناقص واحد، ثلاثة في أن ناقص واحد تولينا ثلاثة إكس ناقص الواحد. نزيدكم مثال آخر، عندنا المتتالية أن من أجل أن أكبر أو تساوي صفر، معناتها معرفة على أن، على مجموعة الأعداد الطبيعية. المعرفة بحدها الأول إي صفر يساوي ثلاثة، والعلاقة التراجعية إي أن زائد واحد تساوي إي أن مربع ناقص الإثنان. يعني هذا المعطيات اللي راهي عندي، أي الحد الأول والعلاقة التراجعية أعزائي الطلبة، رايح تسمح لي بحساب حدود المتتالية. إذا لو جيت حسبت إي واحد يساوي إي اثنان يساوي و إي ثلاثة يساوي، دير بوز أحسبوا لي هذه الثلاث حدود الأولى. إذا إي واحد يساوي الحد اللي قبله أي إي صفر مربع ناقص الإثنان، معناه يساوي ثلاثة مربع ناقص الإثنان، تسعة ناقص إثنان تساوي سبعة. إي اثنين تساوي الحد اللي قبله واحد ناقص مربع ناقص الإثنان، أي يساوي سبعة مربع ناقص الإثنان، سبعة مربع تسعة وأربعين ناقص إثنان تعطيني سبعة وأربعين. إي ثلاثة يساوي إي اثنان مربع ناقص الإثنان، يعني تساوي سبعة وأربعين مربع ناقص الإثنان، سبعة وأربعين مربع تعطيني ألفين ومئتين وتسعة ناقص إثنان تعطيني ألفين ومئتين وسبعة، وهكذا. هنا في هذا المثال أعزائي الطلبة لاحظوا أنه يمكننا التعبير عن الحد، التعبير عن الحد اللي هو هذا منا أن زائد واحد بماذا؟ بالحد اللي سبقه، بالحد الذي سبقه، وهنا نستعمل العلاقة أي أن زائد واحد يساوي أف لأن، يعني علاقة تراجعية. الدالة المرفقة لنا أعزائي الطلبة هي كما راكم تشوفوا إكس مربع ناقص إثنان، هاي الدالة F المرفقة. مثال آخر هنا أعطاولك
الحد الأول يساوي بروسوي واحد، أعطوا لك العلاقة تراجعية يو أن زائد واحد تساوي يو أن على يو أن زائد واحد، وكنا استعملنا من قبل مثال في تاع الحد العام معرفة بحد بحدها العام لا تشفاو، اللي هو يو أن يساوي أن على أن زائد الواحد. خلي هذه كما راهي هنا، استعملناها بالفيديو السابق هنا بعلاقة تراجعية ولا هنا بحدها العام، صح؟ هنا كي يطولك هكا يعني طلبوا منك حساب بواسطة الدالة المرفقة. إذن F هي الدالة المرفقة، F هي الدالة المرفقة حيث X على x زائد الواحد، صح؟ إذن كيفاش نستعملها؟ نحسب الطريق الدالة المرفقة كما حسبناه في الفيديو السابق، يعني u واحد يساوي ماذا؟ يساوي f ل u صفر. هنا استعمال الدالة المرفقة في حساب الحدود، أي تساوي u صفر وشنية تساوي واحد، يعني f لواحد، f لواحد، ونجي ندير واحد هنا واحد هنا ونحسب، يعني بصراحة تساوي واحد على واحد زائد الواحد، إذن تعطيني النصف. كيف بالنسبة لي U اثنان، U اثنان تساوي F ل U واحد، F ل U واحد معناتها تساوي F للنصف، F للنصف يساوي النصف على النصف زائد الواحد. توحيد المقام تعطيني يعني توحيد المقام ونضرب في المقلوب، تبقى لي يعني الاثناني تروح مع الاثناني تبقى لي واحد على ثلاثة الثلث. U ثلاثة كيف تساوي F ل U اثناني، U اثناني اللي هي F للثلث معناتها تساوي الثلث على الثلث زائد الواحد، نوحد المقام ونضربه في مقلوب الكسر تعطيني واحد على أربعة، واحد على أربعة. لاحظ شوف مليح، وهكذا في شوف مليح بين المتتالية هذه هنا المعرفة بالعلاقة التراجعية والثانية المعرفة بحدها العام، صح؟ الأولى شفناها في المثال في الفيديو السابق والثانية اليوم، صح؟ لاحظوا أنهما مختلفتان، واحدة معرفة بحدها العام واحدة معرفة بالعلاقة التراجعية، لكن ماذا تلاحظ؟ أن لهما نفس الدالة المرفقة. لاحظ عندهم نفس، مختلفتان لكن لهما نفس الدالة المرفقة. شوفوا المثال هذا اللي رأوا أمامكم شوية يختلف على الأخرين. هاي هما طاولك الحد الأول في صفر يساوي اثنان، يعطاو لك الحد الثاني في واحد يساوي واحد، وعطاو لك العلاقة التراجعية في أن زائد اثنين تساوي في أن زائد واحد زائد في أن، وطلبوا منك حساب في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة. بوز مسودة واجتهدوا نشوف اللي فيكم، يعني اللي فيكم فايق وفهم راح يحسبهم، رايح يحسبهم، صح؟ كيفاش صدتوا؟ شوفوا مليح، لو جيت لهنا لاحظ درت الصفر، وين كاين الان؟ دير الصفر، دير الصفر، يعني الاولى راح تكون في اثنين يساوي في واحد زائد في صفر، كاينه ولا لا؟ القرا لي هنا في اثنين زائد يساوي في واحد زائد في صفر، كاينه ولا لا؟ لا صح. اذا في اثنان يساوي في واحد زائد في صفر، سهل، في واحد هاي عندي يساوي واحد زائد الفي صفر يساوي اثنان يساوي الثلاثة، في ثلاثة واش يساوي؟ شوفوا مليح، في ثلاثة لازمني نلعب على هذه باش تولي ثلاثة، باش تولي ثلاثة اوتوماتيك ندير واحد هنا، نزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا، في ثلاثة واش تساوي؟ تساوي في اثنين زائد في واحد، سيبو تساوي
في اثنان زائد في واحد. إذا في اثنان ستة تساوي ثلاثة زائد في واحد واحد، إذا تساوي أربعة. لو جيت نحسب في أربعة واش تساوي؟ في أربعة نلعب هنا باش تولي أربعة، واش لازم؟ لازم ندير اثنان هنا اثنان هنا اثنان، يعني تولي في أربعة تساوي في ثلاثة زائد في اثنان. لاحظ الأمر سهل جدا جدا. إذن أتولي في ثلاثة زائد في اثنان أي تساوي في ثلاثة اللي هو أربعة زائد ثلاثة في اثنان، إذن تعطيني سبعة. نجي نحسب في خمسة، في خمسة كذلك في أربعة زائد في ثلاثة، إذن تعطيني سبعة زائد الأربعة تعطينا 11، وهكذا. واحسب على روحك، يعني الأمر سهل جدا جدا. شوفوا معي المثال هذا وانتبهوا مليح مليح. شوف قال لك عندنا المتتالية W المعرفة ب حدها الأول W صيرو يساوي ثلاثة، WN زائد واحد تساوي WN على اثنان إذا كان الحد WN زوجي. زوجي أنني كاتب زوجي هنا زوجي لأنه الحد صح. و WN زائد واحد يساوي ثلاثة WN زائد واحد إذا كان الحد VN فردي. انتبهوا معي مليح. نجي نحسب الحدود التوعي، نحسب VN أي W واحد يساوي ماذا؟ يساوي هنا اوتوماتيكمون راح نحسب دبليو في ان، دبليو في ان اللي هو اوتوماتيكمون راح يجي يا اما دبليو في صفر على اثنان ولا ثلاثة في دبليو في صفر زائد واحد. اذا الدبليو في صفر فردي ولا زوجي؟ دبليو في صفر يساوي ثلاثة فردي، اذا نستعمل هذه العلاقة لان الدبليو في صفر فردي، اذا يساوي ثلاثة W صفر زائد الواحد لأن هذا فردي. نراها صح، يساوي ثلاثة في ثلاثة زائد الواحد فردي، إذن يساوي عشرة، يعني W واحد زوجي. ورأي العلاقة اللي نستعملها ضرب في W اثنان، نستعمل هذه العلاقة لأن W واحد زوج، إذن تولي لنا W واحد على اثنان إذن تساوي عشرة على الاثنان تعطينا خمسة، يعني أعطيتني عدد فردي. إذن نستعمل هذه العلاقة صح. إذن W ثلاثة يساوي ثلاثة W اثنان زائد الواحد أي يساوي ثلاثة في خمسة زائد الواحد تعطيني 16. طيب إذن زوجي، استعمل العلاقة الأولى. إذن W أربعة يساوي W ثلاثة على الاثنان أي يساوي 16 على الاثنان تعطيني 8 زوجي. W خمسة يساوي W أربعة على الاثنان إذن تساوي ثمانية على الاثنان تعطيني أربعة زوجي. كيف كيف لو نكمل W ستة تعطيني W خمسة على اثنان تعطيني أربعة على اثنان زوجي، وهكذا. نكمل الفيديو بهذا المثال. كيف كيف أعطاونا المتتالية في ان من اجل يعني في ان حيث من اجل ان اكبر او تساوي صفر، يعني معرفة على مجموعة الاعداد الطبيعية، او يقدر قلنا نقدر هذه نكتبوها كما هكا ان تنتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية يعني معرفة عليها. أعطاونا في صفر الحد الاول
يساوي واحد، الحد الثاني في واحد يساوي نقص واحد، وعطاه العلاقة التراجعية في ان في لان زائد اثنين يساوي اثنين في لان زائد واحد ناقص ثلاثة في ان. طلبوا منك حساب في اثنين في ثلاثة وفي اربعة، صح؟ يعني نظن باللي سهلة، يعني ابدأ تحسب لي في في واحد في اثنان عفوا، نبدأ نحسبه في في اثنان. في اثنان هي ماذا؟ يعني لو جينا هذا وين كاين الان نديرو الصفر، وين كاين ان نديرو الصفر. في اثنان هي في للصفر زائد الاثنان، هي في اثنان تساوي اثنان في في للصفر زائد الواحد ناقص ثلاثة في صفر. يعني وين كاين وين كاين بان درنا الصفر، وين كاين ان درنا الصفر. إذن هذه حسبناها من اجل ان يساوي الصفر، يعني بدينا بالعدد الطبيعي الاول لانها معرفه على ان. إذن في اثنان تساوي ماذا؟ لانه هنايا نقارو تحتها هنايا في صفر، يعني تولي هنا في اثنان، صح؟ في اثنان النحو هذه هكا الطريبيه. اذا في اثنان تساوي اثنان في واحد ناقص ثلاثه في في صفر. دونك واش عليا الا نعوض في اثنان تساوي اثنان في واحد، يعني اثنان في ناقص واحد ناقص الثلاثة في في صفر اللي هو الواحد. إذن واش تعطيني؟ تعطيني ناقص خمسة. هذا من أجل أن يساوي الواحد، ومن أجل أن يساوي الصفر عفوا، والآن من أجل أن يساوي الواحد يحب يقول وين كاين أن هنا ندير واحد إلى آخره. يعني تولي لنا في واحد زائد الاثنان يساوي اثنان، يعني زدت بسطت الامور لهنا. في واحد زائد واحد ناقص في ثلاثة في واحد. اذا تولي لي هذه في ثلاثة تساوي اثنان في اثنان ناقص ثلاثة في واحد. لاحظ اني زدت بسطت لك الامور، اي واش تساوي؟ يعني في ثلاثة تساوي لك اثنين في يعني اثنان في في اثنان اللي هي ناقص خمسة ناقص ثلاثة في في واحد اللي هو ناقص الواحد. اذا تعطيني ناقص سبعة، ناقص سبعة. زيد كمل انت، كملوني من اجل ان يساوي الاثنان، احسبوني من اجل ان يساوي الاثنان. راك تسيب باللي في أربعة تساوي الواحد، إذا ما صدتش باللي في أربعة تساوي الواحد عاود فهم مليح التمرين، ما راكش فهم، وإذا صدتها رانا متفهمين. إذن أعزائي الطلبة بركة عليكم، نكتفي بهذا اليوم إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو المقبل إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.